السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة أنا معاكم إن شاء الله عشان أشرح لكم إزاي لو أنتوا عندكم فيديو على القناة، الفيديو ده صامت عايزين تحطوا له موسيقى، أو الفيديو ده حطيتوا فيه موسيقى أو أغنية واكتشفت إن الأغنية دي عليها كوبي رايت، إزاي تمسحوا الأغنية دي أو إزاي تحطوا موسيقى من غير ما تمسحوا الفيديو من على قناتكم، بحيث ان انتوا ما تخسروش عدد المشاهدات اللي وصلت لها. طيب الموسيقى دي اللي احنا هنحطها من فين؟ اليوتيوب عنده عدد من الموسيقى كده موجودة عنده، والاغاني دي ببلاش مجانا لكل الناس، تمام؟ هو مش بياخد عليها اي مقابل مادي، تمام؟ طيب ازاي نعمل كده؟ تعالوا معايا هنشوف ازاي نعمل كده. اول حاجة هتفتحوا من هنا، هنفتح قناتي، ومن قناتي انا هفتح هختار ايه الفيديوهات، تمام؟ انا هختار الفيديو اللي انا عايزه احط عليه ايه موسيقى. انا عندي الفيديو ده هنا صامت، هختاره، تمام؟ هنا تحت الفيديو عندنا تعديل الفيديو، انا هدوس على ايه تعديل الفيديو، هضغط عليه، بعد ما انا ضغطت على تعديل الفيديو بتظهر الشاشة دي قدامكم، تمام؟ انا من الشاشة دي انا عايزة المعلومات المتقدمة، تمام؟ بضغط على المعلومات المتقدمة عشان اجيب الصورة او يعني اجيب الصفحة بشكل بسيط وسيمبل. انا بختار حاجة اسمها ايه، استوديو المحتوى الكلاسيكي، تمام؟ هنا بيسألك عن السبب، انت ليه اخترتي استوديو المحتوى الكلاسيكي، عايزة تقولي السبب، لكن انا هنا ايه بعمل تخطي، تمام؟ ده بتظهر قدامكم الشاشة دي بالشكل ده، تمام؟ عندنا هنا معلومات واعدادات، هنا تحسينات، هنا الصوت، هنا شاشة النهاية، هنا البطاقات، هنا ترجمة وشرح، تمام؟ احنا النهاردة اللي هنشرحه اللي هو ايه الصوت، احنا هنختار الصوت، تمام؟ نعمله صامت، تمام؟ هنا بقى ده بيجيب لك كل الموسيقى اللي عند اليوتيوب، في كتير طبعا عايزين تنزلوا تشوفوها كلها بتسمعوها وبعدين ايه بتختاروا، في كتير على فكرة، يعني بيقول لك دي للأطفال، بيقول لك دي أغاني عصرية، دي موسيقى الروك اللي تختاروا، دي سينمائية، في سول، كل اللي انتوا عايزينه، تمام؟ بس انا طبعا هنا هطلع معاكم فوق. لو انتوا بقى حاطين موسيقى او أغنية عليها كوبي رايت، انا للأسف ما عنديش، يعني الحمد لله ما عنديش موسيقى عليها كوبي رايت او بتاع، وكان في عندي أغنية بس خلاص شلتها يعني، تمام؟ بيجي لك هنا في المكان ده الموسيقى، فانت بتضغطي عليها وبتدخلي جوه وتمسحيها، تعملي لها مسح، فبتتمسح خالص وبتبقى ايه مش موجودة، تمام؟ طب انت مسحت الموسيقى دي او الاغنية دي اللي عليها كوبي رايت من ايه، من الفيديو بتاعك، وعايزة تحطي الموسيقى، تيجي هنا عايزة تسمعي الموسيقى، بتسمعيها. باجي هنا قدامها وبختار ايه إضافة للفيديو، وبعمل حاجة اسمها حفظ التغير، نضغط بعد كده ايه الحفظ، بعد ما ضغطنا حفظ بيودينا ايه، بيودينا للشاشة دي. يا جماعة الفيديوهات بالطريقة دي انتوا لازم تدخلوا في الصفحة دي تبصوا ايه على كل الفيديوهات بتاعتكم، تمام؟ هنا كلمة عام يبقى تمام، لو بدل كلمة عام دي اتكتب لكم ان هي كوبي رايت او ان هي حقوق نشر، يبقى معناها الفيديو ده او الموسيقى اللي جوه الفيديو او الاغنية دي عليها حقوق نشر، يبقى لازم تمسحوها، تمام؟ بحيث ان هي ما تعملش مشكلة
لان احنا طبعا كلنا قنوات مبتدئة، وبالذات للقنوات المبتدئة، بحيث ان ما يمسح لكمش القناة بتاعتكم، ما يتسببش في قفل القناة بتاعتكم. للأسف في قنوات كتيرة اتقفلت بسبب الموضوع ده. فطول ما انتوا شايفين كلمة عام يبقى كده تمام، اما لو في كلمة كوبي رايت هنا محطوطة او كلمة حقوق نشر، يا ريت تروح للفيديو بتاعكم وتتبعوا الخطوات اللي انا شرحتها في الفيديو دي، وان شاء الله مش هيبقى فيه اي مشكلة. اتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو عجبكم وفهمتوا منه واستفدتوا منه، وان شاء الله لو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله مع فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.